جزاكم الله خيرا. السائل أيضا يقول في هذا السؤال: بعض الناس يعتقد أن قضاء صيام رمضان يشترط فيه التواصل وعدم الانقطاع، هل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟ قضاء صيام رمضان لا يجب فيه التتابع، ولكن التتابع أحسن لأنه أسرع في أداء الواجب وإبراء الذمة، ولو فرقه جاز ذلك، لأن الله جل وعلا يقول: فعدة من أيام أخر، ولم يقل متتابعة، بل أطلق سبحانه وتعالى عدة الأيام ولم يشترط فيها التتابع، فيجوز القضاء متتابعا ويجوز متفرقا، ولكن التتابع أفضل. نعم.